السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. النهار غادي ندير لكم واحد البايله الخضر. الوغ هي اقتصاديه، غادي نديروها غير بجنيحات ديال الدجاج. الوغ وشويه الكروفات، شويه كالامار، كروفات وكالامار، واحد شويه تيلابيا وخضر اللي عندكم. الخضر انا هنا ما عنديش فلافل الخضراء، ندير غير هادشي اللي عندي. الوغ جزره، مطيشه، السيترون باش نعصرو، هنايا البصله شالوط، ثومه، وتقدو ديروها ثاني، تقدو ديروها مع هذا ثاني، تقدو ديروها بهذه ديال الفرويد مار ثاني الا ما كانش عندكم الحوت. الا كان عندكم الفرويد مار هذا بحال هذا الشيء، تقدو ديروها غير بهذا الشيء. الوغ غادي ننطلق على بركه الله. الوغ ناخذ الروز. انا خديت هنا بول ماشي عامره، نديرها هنا. درت شويه الزيت وغادي نضيف عليها الروز المقدار اللي بغيت. الوغ كنحمر داك الروز في المقلة. نخليه يتحمر هنا المقلة، ما نضيفلو لا ثومه ولا نضيفلو شويه الخرقوم باش يجي داك اللون ديالو احمر. شويه الخرقوم هكا باش ياخذ داك اللون ديالو الاحمر، ونديه ونرجعو حتى واحد 5 مينوت ولا ميم با. في واحد طنجره اخرى نديرو درنا شويه الزيت ديالنا، زيت نباتي، نضيفو لها بصل، نخليها تشحر، نضيفو لها شي تومات، نضيف لها واحد ثلاثة ديال التومات كلها. نخليو البصلة ديالنا تشحر ونزيدو عليها عاد الجنيحة ديال البولي. الثومة اختيارية، شوفو شحال ديرو. أنا درت هنا ثلاثة. مزيانه الله، شحال ما درنا بها يعني ما سي بون بور لا سونتي. ونخليو هاد الشيء شي تشحر لنا هنا. ضفنا الجنحان ديال دوك الجنحان ديال الدجاج، نديرهم شويه مليحه هكا، ونخليهم يتحمروا هنايا. الوغ اخوتي غادي نضيفو قطعه المطيشه هكا مربعات، عندي شويه جزر، شويه جلبانه، شويه هذا ديال الطماطم مركزة، شويه معدنوس. الوغ غادي نرميو دابا كلشي هاد الخضره مع دوك الجنيحه. معدنوس الفروم، غادي نزيدو الكالامار مع هادشي. لي زيبيس درت الملح، ديجا درناها. لي زيبيس غادي نديرو غير شويه خرقوم وشويه البزار وشويه البابريكا، لور ما ياخذش
ما نحطوش كاع لي زيبيس، يعني شويه فلفله كحله، وكنديروا داك البابريكا حمر باش تعطي لنا لو لو بو حمر. الوغ ندير تا الكالامار، بالنسبه للشرائح ديال كسميتو هاد التلابيا نخليوها حتى الاخر هي والكروفات. نزيدو شويه عليها البابريكا، هذا هو الرز ديالنا. درنا شحرنا شويه هنا في الزيت، درنا له شويه ملح وشويه الخرقوم، الوغ ديناه ورجعناه شويه في الزويته، الوغ نخلي طفينا عليه وخليناه. ودابا هنا عندنا هذا الجنيحه ديالنا، زدنا لهم شويه نزيد لهم شويه في فليفله نعمه بيضه، فليفله بيضه، نزيد واحد شويه ديال زعفران شعره، ونزيدو لهم جوج معلقات ديال طماطم مصبره، الوغ نسقيو بالماء، نديروه فيه على حساب، يعني هادشي ديال الماء اللي غادي ندير على حساب الرز اللي درنا. الوغ رانا هنا غادي ندير واحد على حساب يترو ولا يترو ونص، ناخذوا القياس الرز شحال عندنا غادي الرز، يعني هنا انا درت ان بول، الوغ خصني ندير دو بول هنا ديال الماء، ونخليو هذا الشيء يدير نص طياب، هاد الجنيحات يطيبوا نص طياب، ونديروهم في الصينيه اللي غادي تمشي للفرن، نديرو مع الرز ديالنا ونستو هذا الشيء، ونخليو البايله ديالنا تكمل. هنا درنا لي فرويد مار اخواتي، درنا لي فرويد مار ديالنا، كلشي فرغناها هنا، زدنا عليها واحد الرشه ديال الملح، شويه معدنوس يابس، وخليناها غير شويه تشحر باش ما تلقناش الماء كي نكونوا نديروها مع الرز. وهنا ضفنا واحد ورق الرند، ضفناها هذا ديالنا الدجاجات ديالنا ولاصوص ديال لي ليغيم. الوغ اخواتي هذه هي البايله ديالنا، غادي ندخلوها دابا الفرن. بعد ما طابت الدجاج ديالنا درنا الرز، درنا عليه دوك الجنيحات، ودرنا عليه هذاك الفواكه البحر، ديناها ديناها شويه في المقله. الوغ درنا كل شيء، وغادي دابا ندير نزيد هذا العصير ديال لي ليغيم. الوغ انا درت ان بول بحال هكا ديال الرز، خصني ندير على جوج ديال دو بول ديال هذا ديال المرق. الوغ نتوما وكل كاين اللي يبغيها ناشفه، كاين اللي يبغيها عامره. الوغ غادي ندخلها الفور، بعد ما طيب غادي نرجع لكم. والان اخواتي هذه هي البايله ديالنا، يلا جهزت. الوغ تجي على هذا الشكل، نتمنى ديروها وتجربوها وتعجبكم. بايله اقتصاديه باجنحه الدجاج والحوت اللي عندنا قضينا به، والخضره اللي عندنا قضينا بها. الوغ الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وديروا جام، وان شاء الله تجربوها. الوغ في فرصه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.